على الرموز وبحث مستمر عن الكنوز. تباهى أيها المرموم دوما، لقاء فيك قد جذب الدواهي. فشكرا ثم شكرا ثم شكرا على هذا التألق والتباهي. هذا هو المرموم إذن، وهذا هو تحديه الثاني في انطلاقة شوط قوي خصص للقاء البكار المحليات الأصايل، والجائزة هي كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد المكتوم، طيب الله ثراه. إضافة إلى الكأس، هناك نصف مليون درهم في انتظار الفائز والمتوج بهذه الكأس الغالية. الله الله، شوط جدير أن نتابعه لحظة بلحظة، مواجهة فعلية بين جهابذة العمالقة المضمرين والملاك. هنا مزيونة بدأت تتزين في يوم كأني بها عروس في ليلة دخلتها على الناموس. هذه مزيونة للصغير بن محمد بن سيف المنصوري، تتزين بموقعها في المركز الأول. المركز الثاني، هنا تتدخل الهائلة لتنطلق بشعار سالم بن حمد بن سالم بن سهيل العامري، من أطلقها في المركز الثاني. المركز الثالث، وصلت سمحة تتسمح أمورها الآن، بدأت تنطلق وتقتفي أثر المتصدرات. هذه سمحة إذن للسيد علي بن خليفة بن رشيد السويدي. أما المركز الرابع تتقدم فيه جلجلة قادمة هناك مع ممثل الخور الدائم ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند الدافع بجلجلة في المركز الرابع. المركز الخامس، هنا الواعية لأحمد بن سلطان بن محمد بن سيف المنصوري. هذه نتيجتنا ونداؤنا الأول، ومع إذاعتنا للأسماء الميدان هنا يهتز ويتزلزل على وقع أخف هذه الأصايل التي بدأت تستهدف الرمز بعد أن حددت على رادارها هذه الكأس الغالية. هناك المقدمة، ينطلق شعار بن رشيد. سمحة يا سمحة، انطلقت مشاهدينا ومتابعينا الكرام أينما كنتم ليسيطر شعار عاشق السلالة الشاهينية على هذا الكأس. الله يا سمحة، علي بن خليفة بن رشيد السويدي مع المركز الأول، بينما المركز الثاني هنا الهائلة تقدم لنا هذا المستوى الهائل. على المركز الثاني شعار سالم بن حمد بن سالم بن سهيل العامري. أما المركز الرابع، تحضر سلهودة في أول ظهور لها على مستوى وعلى سطح دائرة النداء. هذه سلهودة إذن خالد بن راشد بن حبوه الحميري، شعار معروف له سجلات مميزة في ماضي الأزمنة. أما المركز الرابع، هنا الواعية واعية لحجم المنافسة، مدركة لحساسية الموقف. هذه الواعية إذن تنطلق مع أحمد بن سلطان بن محمد بن سيف المنصوري، بينما جلجلة هي من تحتل المركز الخامس. الله يا هذا الشوط، يضم فيه الأسماء القوية. جلجلة بدأت تتحرك الآن، انطلقت لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. يا سلام، هذه الأسماء الخمسة، الأسماء الأولى والمقدمة ما زالت مع سمحة التي تتمركز في هذا الموقع، تتمحور هنا مع الناموس ومع الكاس. سمحة إذن، علي بن خليفة بن رشيد السويدي مطلقها هناك في المقدمة، أطلقها في الصدارة دائما وأبدا. المركز الثاني، جلجلة بدأت تتحرك، بدأت تكشف عن نيتها الواضحة، عن رغبتها الشديدة في انتزاع هذا الرمز الكبير. ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند الآن ينطلق مع جلجلة، بينما الواعية بدأ الإحصار الغربي هنا مع رهان محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، يراهنون أبناء الغربية كما راهنوا على الظفرة في الكأس المفتوح. جلجلة غيرت، الله يا جلجلة، وللمقدمة زلزلة مع جلجلة. سمحة على المركز الثاني، هذا الاسم الكبير. الله الله الله، الأمتار الحاسمة. رهان أيضا من العمق تتدخل، ولكن ممثل الخور الدام ما زال مع جلجلة.
عاشق سلالة الشاهين يتقدم هنا مع سمها الإعصار الغربي يقدم لنا رهان. الله كفتها مليئة بالترشيحات، عادت جلجلة وعاد هنا أحد أبناء قطر الأوفياء للناموس دائما ناصر بن عبد الله المسند. جلجلة هو الإعصار الغربي، جلجلة على المقدمة، المركز الثاني رهان، رهان أم جلجلة، جلجلة أم رهان. الكأس المحليات، كأس اللقاية هنا مع جلجلة التي بدأت تنطلق، بدأت الآن تكشر عن أنيابها مستهدفة الكأس، كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم طيب الله ذراه. الكاس عن نابي، عن نابي، عن نابي، عن نابي. سلام يا جلجلة، سلام ممثل الخور، الدائم والتهاني لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند وإلى حمد بن حويل الشهواني من قاد جلجلة إلى هذا الإنجاز. المركز الثاني رهان للسيد محمد بن زايد بن خلفاء المنصور. المركز الثالث سمحة للسيد علي بن خليفة بن رشيد السويدي. المركز الرابع الشاهينية عيسى بن مبارك بن محمد المنصوري. والمركز الخامس الهائلة لسالم بن حمد بن سالم بن سهيل العامري. مشاهدينا الكرام، هكذا إذا يحلق هذا الكأس من هنا من ميدان المرموم مباشرة ليحط في مطار الخور من خلال هذا التحدي والإنجاز مع جلجلة. التوقيت الزمني لحظة الوصول 7 دقائق 37 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند على فوز جلجلة بالمركز الأول وانتزاعها لكأس البكار المحليات اللقاية. المركز الثاني جاءت فيه رهان وقطعت المسافة في 7 دقائق 39 ثانية، جزء يتيم من الثانية. تهانينا لمحمد بن زايد المنصوري على فوز رهان بوصافة هذا الشوط الرئيسي. أما من حلت وفازت بالمركز الثالث فهي سمحة، وتوقيت سمحة لحظة الوصول 7 دقائق 40 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لعلي بن خليفة بن رشيد السويدي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان المرموم وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة دبي ريسنج ضمن فعاليات ومهرجان السنوي الكبير الذي يقام هنا على أرضية هذا الميدان 2015. ها هي انطلاقة شوط البندقية، شوط البندقية للقاية الجعادين المفتوح لأبناء الغبايل مباشرة. نسير مع مقدمة هذا الشوط.